إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الشيخوخة والمرض النفسي. أن سن الشخص أو وضعه لا يعد سببا لإصابته بالاكتئاب، وكذلك لأن الاكتئاب مرض يمكن علاجه. أن معظم المصريين كبار السن ليسوا مكتئبين، أنهم يمارسون حياة نشطة ومنتجة أيضا. حتى هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من أمراض عضوية أو تدهور مالي أو فقدان الأقارب لا يزالون يعني ينعمون بصحة نفسية جيدة. وعلى الرغم من حدوث العديد من الأمراض النفسية في متأخر العمر، إلا أنها ليست طبعا حتمية الحدوث في فترة الشيخوخة. أن بعض كبار السن المسنين يعانون من بعض مظاهر القلق والتوتر واضطرابات النوم، أيضا والشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية، أيضا الخوف من تركهم بلا اهتمام. ويعتبر طبعا الاكتئاب من أشهر الأمراض النفسية، ويعد يعني يعد السبب المؤدي إلى تفشي حالات يعني الانحدار، أيضا تفشي حالات الانتحار كثيرة في هذا العمر. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.